أخبار اليوم. في إطار الرصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف مرتكب عدد من الأعمال التخريبية بأبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاء بنطاق محافظات الجيزة الشرقية بني سويف، وذلك على النحو التالي: في الجيزة نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض واقعة تفجير برجي الكهرباء اللذين يزودا مدينة الإنتاج الإعلامي بالطاقة، وتم ضبط الضالعين في هذا العمل التخريبي وعلى رأسهم أحمد محمد عبد الفتاح واسمه الحرقي طارق مسؤول العمليات النوعية بمدينة 6 أكتوبر، وعماد فتحي حسن وحاتم منصور محمد اسم حركة توفيق مسؤول التصنيع، السيد عيد نجم مسؤول الدعم الفني، وهاني محمد عبد الحميد وجمال طلخان وعبد الله مصطفى أحمد، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتكليف من الإخواني الهارب محمد مصطفى الشاعر مشرف على العمل النوعي بقطاع 6 أكتوبر، واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع الأخرى أهمها إضرام النيران في سيارة شرطي وتفجير إحدى غرف الغاز. رحنا عند قبل مدينة الإنتاج عند هانم سيتي، ودخلنا عند الأبراج ونزلنا محمد جمال شال الكرتونة. الكرتونة دي فيها إيه؟ الكرتونة كان فيها أربع عبوات. كنتوا هتعملوا بيها إيه؟ هيتحطوا تحت البرج. ليه؟ عشان يقع البرج. عشان يعطل البرج. وبعد كده اديت ولاعه فيها كشاف لبكر عشان ينور لمحمد جمال. ليه ينور له؟ ليه نور له؟ هو بيزرع العبوات فين؟ في البرج الكهرباء بتاعت مدينه الانتاج في محافظه الشرقيه. أسفرت الجهود عن ضبط مسؤول لجنة العمليات النوعية بمدينة العاشر من رمضان الإخواني ياسر سعيد محمد، مطلوب ضبطه في 15 قضية، وكذلك 3 من أعضاء الجماعة الإرهابية متورطين في واقعة تفجير 4 أبراج للضغط العالي بمدينة العاشر من رمضان، ونتج عنها قطع التيار الكهربائي عن المدينة لمدة أكثر من 12 ساعة، وكذلك تفجير خطوط الغاز بالمدينة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة ووقائع أخرى مماثلة. بدأنا نعمل بعض العمليات النوعية زي تفجير خط الغاز الرئيسي خارج العاشر من رمضان، وزي بقى محولات الكهرباء اللي انفجرت في العاشر، وفي بوكس شرطة، وتم حرق وحدة تقوية اتصالات بالعاشر من رمضان. نفذ محمد عبد العظيم بعد معينته للأبراج الكهرباء اللي دخل مدينة العاشر من رمضان، نفذ تم تفجير هذه الأبراج وقطع الكهرباء عنها بالكامل. كذلك برجين بمدينة الشروق نفذهم، وده كان بمعاونة محمد صبحي. استكملوا تنفيذ بعض العمليات النوعية زي تفجير خط الغاز مرة تانية، وأتوبيسين نقل الدلتا، وحرق عربية ترحيلات بالعشر رمضان. كانوا بيدونا كياس كده يعني فيها قنابل صوت، كنا بنحطها في أماكن معينة. حطينا مثلا عند هاي سيلز في الأردنية، وحرقنا عربيات شرطة بني سويف. وفي إطار فحص حدوث انفجار بأحد المنازل ملك الإخوانية حنفي عبد العظيم، فقد أسفر الفحص عن قيام خلية إخوانية تتكون من 6 عناصر باستغلال المنزل كمعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، وانفجار إحدى هذه العبوات أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وتفحم 4 جثث من هذه العناصر. تم تحديد هوية 3 منها، كما أصيب آخر بإصابات بالغة، وعثر بمكان الحادث على أدوات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات. وفي إطار كشف وتحديد عناصر اللجان النوعية بقرية الميدون ببني سويف، فقد وردت معلومات تفيد باختباء الإخواني محمد عبد الجليل محمود عضو لجنة العمليات النوعية بمركز الوسطى بالأراضي الزراعية بالقرية، وعقب تقنين الإجراءات توجهت القوات لضبطه، فقوبلت بوابل من الأعيرة النارية من الزراعات المحيطة بمنزله، وقامت القوات بالرد حتى تم إسكات مصدر النيران،
وبتفتيش منزل المذكور عثر على سلاحين آلي وخزن آلية وفرد روسي وبندقية خرطوش وطلقات نارية وزجاجات مولوتوف وأوراق وشعارات لتنظيم الإخوان الإرهابي وصورتين لمذكرة بها تحركات الجماعة. ضربات قوية وحاسمة ورادعة للحيلولة دون تنفيذ تلك المحاولات مرة أخرى، فالوطن يستحق التضحيات لحماية أمنه واستقراره.